في مثل هذا اليوم من سنة 2011 المظلمة، السنة التي سيسجلها التاريخ في كتبه السوداء، في مثل هذا اليوم هزونا للمحاكم، قدموا قضية بحل حزبنا، مشينا باش نرافعوا على الحزب، الحزب اللي حرر البلاد، على بورقيبة، على تاريخ، على أجيال، على نضالات. شحطولنا في عريضة الدعوة هذه يلزمكم ما تنساوهاش، ما تنساوهاش يا تسادرة، وما نعاودوش قضية 2011. عريضة الدعوة نعاودها ونقولها وباش نزيد نقولها، وأفضح مخططاتهم القذرة. جماعة المفارق، جماعة الجيرات سوسة والمستير، جماعة ذبح الإمام تاع الكرم، جماعة هذوكم بطريقة غير مباشرة ومن وراء ستار الثورجيين، من وراء ستار من هدموا الدولة التونسية بمناداتهم بحل الحزب، قاموا بقضية بحل الحزب واتهمونا بأننا قتلنا 300 تونسي اللي لليوم ما نعرفوش شكون قتلهم بعد 14 جانفي 2011. القاو المدينة خالية، القاو قناة حنا بعد بثت الرعب في صفوف المواطنين، القاو التسادرة خافوا وهذه حقيقة نقولوها، القاو التجمعيين فرفر يمشيوا يستفردوا بالقضاء ويضغطوا عليه ويحلوا الحزب ويتهمونا بهذه التهمة الشنيعة، تهمة الذبح والقتل، باش ما عادش نجموا نهزوا ريوسنا، باش ما عادش نفتخروا بتاريخ بورقيبة، باش ما عادش نقولوا احنا تسادرة، باش ما عادش نقولوا احنا حررنا البلاد، لأنه عقدتهم هي احنا، لأنه يعرفوا أنه التسادرة والحزب الدستوري ينجم يكون فيه كل عيوب الدنيا، نجم تكون فينا تجمعيين وتسادرة، حاجة واحدة ما تنجمش تكون فينا وما تكلمش علينا هي التواطؤ ضد تونس، وأن تونس